الفيتور كنستعملوه بطريقتين، يا اما كنخدموا على الفيتور حاليا. كنا من بدايه من 2002 كنا كنخدموا على زيت الزيتون، تحسين الجوده ديال زيت الزيتون. الحمد لله وصلنا للجوده اكسترا فيارج بيولوجيك. الان كنخدموا على التثمين ديال الفيتور والمرجان. بحال ما كتعرفوا بان المخلفات ديال الزيتون سواء كانت مرجان او فيتور هي مخلفات اللي كتقضي على البيئه، كتلوث البيئه، وبالتالي خدينا على العاتق ديالنا حنا كمجموعه كيفاش نديروا نحسنوا او نتمنوا هذا المنتوج ما يبقاش ملوث، يولي كاين نافع للبيئه. بالفعل في اطار هاد المبادره ديال لا فونداسيون ايف روشي خدمنا العام اللي فات على هذا البروجي تقريبا، يعني تقريبا شي عام وحنا كنخدموا على كيفاش الطرق باش نديروا حنا التثمين ديالو. قدمنا المشروع ديالنا لا فونداسيون، كانت خدات الجائزه الاولى البرومي بريتير دو فام. من ثم يعني ما بقاش الهاجس فقط بان المشروع، ولكن ولا خصو التطبيق. فعل هاد السنه هذه ديال تقريبا ديال 2017 2018 عندنا الهدف هو التطبيق، وبالتالي دابا حاليا درنا شراكات مع الوزاره ديال الفلاحه، وكذلك كاين حتى الاطار في الغرفه ديال الصناعه والتجاره، كاين اطار ديال واحد المشاركه ديال التجربه باش كيفاش خص التنفيذ مع يحتاج بطبيعه الحال تكلفه هائله، لان حنا كنطمحوا باش نوسعوا السهاريج ديال الاحتواء ديال هذا الفيتور. يعني الهدف ليس فقط جمع ديال هذا الفيتور، ولكن التثمين ديالو كيف نديرو نجفوه باش يولي نستعملوه كطاقه ايجابيه، تسخين الشوفاج، ولا باش يولي طاقه يعني ايجابيه للساكنه ولا الناس ديالنا كاملين، ماشي يولي ماده ملوثه.